ومعادنا دلوقتي مع تجارب حقيقية غابت شوية ولكنها رجعت من جديد. دايما في تجارب حقيقية بنجيب قصص وأحداث حقيقية حدثت بالفعل، تجارب حقيقية ممكن تكون صعب إن حد يصدقها، لكن إحنا عالمنا غريب، وزي ما في خير في شر، في ظلمة وفي نور، في إنس وفي جن. لو عندك تجربة وعايز تشاركنا بيها وتسمعها في برنامج كلام مع اليمين وفي سهرات الرعب وعلى قناة أحمد يونس على يوتيوب، ادخل حالا على جروب عيلة أحمد يونس. الجروب اسمه عيلة أحمد يونس، بس اتأكد الأول ان الجروب أول ما تدخل فيه في عدد مشتركين 150,000، مش أقل من كده، علشان غير كده الجروب غير رسمي. أنا من محافظة البحيرة، اسمي دينا، كنت متجوزة في اسكندرية، تحديدا العمرية مساكن الحرية، متجوزة من سنة ونص، وقصتي بدأت من بعد أسبوع من جوازي. أنا كنت دايما بحب أغير هدومي قدام المراية، وده مش طبع عندي، ده يعني أنا أسفة معظم البنات بتعمل كده. عندي باب الحمام من جوه كله مراية، وكنت دايما وأنا باخد شاور بكون شايفة نفسي في المراية بطبيعة الحال. المهم في يوم جوزي نزل الشغل وأنا حبيت أعمل له مفاجأة، زينت الشقة وأوضة النوم وحطيت شموع على الترابيزة اللي في الأوضة، بس طبعا ما كانتش مولعة، ونزلت أشتري شوية حاجات من تحت. وأول ما طلعت حرفيا لقيت الصالة كلها متبهدلة، بقيت مش فاهمة حاجة. دخلت أوضة النوم لقيت الشموع مولعة، اتفزعت، خفت، فضلت أكدب في نفسي وأقول أكيد أنا نسيت، أنا ولعتها وأنا ناسية، بس أنا ما بهدلتش الدنيا قبل ما أنزل كده. بس شوية وخرجت وفضلت أعيط، أيوة فضلت أعيط وأنا قاعدة في الصالة على بهدلة البيت اللي حصلت. ونمت، نمت من كتر العياط والحزن اللي أنا فيه، لأني زي ما بيقولوا كده اتكومت على الكنبة زي الطفل الصغير ونمت. وياريتني ما نمت، شفت نفسي في مكان واسع جدا ملوش حيطان ولا بواب، والأرض حمرة زي الدم، والمكان كله اسود، وأنا ماشية مش عارفة رايحة فين. شفت شخص من بعيد، فضلت أجري عليه وأقوله الحقني أنا عاوز أخرج من هنا ومش عارفة، أرجوك ساعدني. ولما قربت منه اكتشفت انه شخص شكله صعب قوي، عينيه سودة كلها، شعر جسمه تحديدا كثيف جدا. خفت، غمضت عينيا وكأني بهرب في تغميضة عينيا، حسيت بيه او بحد تاني بيلمس كتفي. فتحت عناية من الخوف، لقيت المنظر والمشهد تحول، ولقيت قدامي شاب وسيم جدا، ومسك ايدي وقال لي ما تخافيش انا هحميكي من اي حاجة. صحيت من النوم على صوت جوزي، ما حكيتلوش اي حاجة من اللي حصل، لاني لقيت كل حاجة زي ما هي، مفيش حاجة حصلت. قلت له ده انا كنت شفت حلم مفزع وطلعت الصالة من الخوف ونمت، راحت عليا نومة في الصالة. اللي حصل بعد كده يا يونس ان الموضوع مخلصش على كده خالص. الشاب ده بقى يظهر لي في كل مكان، وبقيت اشوفه في كل لحظة في احلامي. هكدب عليك لو اقول لك ان انا بقيت اشوفه في الحالة اللي بين الصحيان والنوم كمان. علاقتي بجوزي بدأت تتدهور بشكل غريب، بقيت مش طايقاه، مش طايقه انه يقعد جنبي، بحس بنفور، بحس ان جسمي بيولع لو هو قرب مني، وجوايا كراهية بتزيد يوم عن يوم ناحيته. هو ما بقاش عارف فيه ايه، كل اللي بقى فهمه وحسه ان انا نفرة منه. انا جوايا صراع رهيب جدا،
عايز اقاوم الشعور البشع اللي بحس بيه ناحيه جوزي، لكني مش قادره، انا هتجنن. لكن بدا يحصل عندي حاجه تانية. انا بقيت انام واهرب في النوم علشان اشوف الشاب ده. انا بدا جوايا احساس يتولد ناحيته اني عايز اقرب منه. اسمح لي ما اقولش تفاصيل اكتر من كده، لكن اللي هقوله لك ان انا شكلي بدا يتغير، هالات سودا حوالين عينيا. جوزي راح اشتكاني لامي وقال لها لو هي مش طايقاني كده اتجوزتني ليه. وماما لما جت واتكلمت معايا قلت لها على كل حاجة، من اقول لك ايه، من كتر ما انا مش عارفة اعمل ايه. حكت لها، قالت لي لازم تجيب حد يعالجني. جابت معالج، حط ايده على دماغي وبدأ يرقيني. نمت، شفت وانا نايمة دخان كتير وكثيف جدا، وشفت واحد بيقرب مني ودقنه بيضة ومن وراه في كيان اسود ليه جناحين كبار بيحاول يعديه ويجي ناحيتي، لكن وكأن هذا الشيخ اللي ليه دقن بيضة كان حواليه هالة بتمنع الشيء ده او الكيان ده انه يقرب مني. صحيت لقيت وشي غرقان دموع وكأني كنت بعيط لمدة ساعة. حسيت كأني في جبل اتشال من عليا. اللي عرفته بعد كده ان جوزي وماما قالولي ان الشيخ ده او المعالج بدأ يرقيني، وبعد كده انا شبه فقدت الوعي وفضل يقرأ علي ايات من القرآن. وبعد كده الموضوع ما استغرقش اكتر من نص ساعة وفقت. طبعا انتوا عايزين تعرفوا وضعي ايه دلوقتي. انا زي ما انا، تعايشت، ما بقاش بيجيلي بشكل مكثف زي الاول. ليه؟ لان انا ماشي على برنامج المعالج حاططهولي ما بين اذكار وقراءات وادعية، لكنه بيجي بين الحين والاخر. بس لما بيجي بيبقى في حالة حزن شديد جدا، وبيفضل باصص لي نظرة احيانا فيها حزن واحيانا فيها غضب، وكل اللي على لسانه جملة واحدة: مش همشي، ما تفتكريش ان حد هيقدر يخليني امشي. قولي يا يونس اعمل ايه؟ لو عندك حل او عند اللي بيسمعوك حل ارجوك ساعدني. طيب انا هسيب الاقتراحات للمستمعين الكرام والمعلمين على جروب عيلة احمد يونس زي ما احنا متعودين. حطوا لها رأيكم ومقترحاتكم، والجروب زي ما بنقول اسمه عيلة احمد يونس وفيه فوق 150,000. اما انا عن رأيي، حضرتك ليه ما جربتيش تروحي لطبيب نفسي؟ انا مش بغلط فيكي، انا مش بحاول اقلل من كلامك او اكدبه، بس الطب النفسي موجود والتهيؤات ليها شكل اسم علمي، وكل حاجه ليها سببها وليها علاجها. ده اللي اقدر اقوله لك. لكن لو انت عايزه تسمعي اراء كمان، جروب عيله احمد يونس من فضلكم شوروا عليها. علي بيشاركنا التجربة بتاعته النهاردة في حلقتنا وبيقول: حصل لأختي بعد جوازها على طول أكتر من موقف في شقتها الجديدة. أولهم كان في بداية حملها الأول، وكانت في الأوضة نايمة، صحيت على منظر لحاجة وكأن في هالة سودة كبيرة حواليها ونفسها مكتوم، مش قادرة تنادي على حد، وبتقول بعد معافرة شديدة قدرت لسانها يفك وتتكلم، وبدأت الهالة السودة دي تختفي تدريجيا.
من بعدها بدأ الموضوع يتكرر ويتكرر مواقف تانية، وده من بعد الخلفة. وابنها بدأ يمشي، فمرة طلع من أوضة النوم لقيته ماشي جوه المطبخ والنور مقفول. مشيت وراه لأن بتقول كانت مشيته غريبة جدا، بثبات وبتكلمه وما بيردش وراها، ما بيردش عليها خالص. سمعت حاجة بتخبط في الصالة، اتلفتت وراها ورجعت تاني تبص قدامها في المطبخ، ما لقيتش ابنها. انهارت، خافت، قالت راح فين، جريت على البيت تفتشه حتة حتة، لقيت ابنها نايم في سريره عادي جدا. الموقف بدأ يتكرر بحاجات تانية، وتشوف ابنها احيانا ماشي في الشقة جوه اي أوضة ويطلع برضو مش موجود، وبدأت بشكل او باخر تتأقلم مع الوضع وما تسألنيش ازاي. الحل انها بدأت تشغل قرآن طول اليوم في البيت. ابنها كبر وكان عنده في الوقت ده حوالي 6 سنين. لقيته طالع في مرة بيجري من الصالون وبيصرخ وبيقول لها انه خايف. لما سألته فيه ايه قال لها في راجل قاعد جوه، رجليه مليانة دم، وقال لي لو دخلت هنا تاني هتبحك. اترعبنا لان طفل زي ده مش هيألف المشهد ده من خياله، وبالمناسبة احنا مانعين تماما ان نشوف اي حاجة فيها رعب او حاجة فيها عنف، فالجملة دي يا يونس ما تطلعش من طفل تأليف بمواصفات الطفل بتاعنا. اقولك بقى يا يونس انا انطباعي ايه، انا عمري ما روحت الشقة دي وحسيت ان انا مرتاح، على طول مخنوق، على طول مجرد ما بروح ازورها واقعد حاسس ان انا في مليون حاجة بتقومني، ابتدي افكر في مليون مشوار، مليون سبب، مليون اي حاجة تخليني اقوم من المكان وامشي. واللي اكتشفته ان مش انا لوحدي. اما عن الحاجات اللي بتشوفها فكانت هي الوحيدة اللي بتشوفها. الحل حاليا يا يونس احنا بنفكر في حل، والحل اللي من وجهة نظر جوز اختي انه هيغير المكان كله. تعالوا نسمع ميادة وتجربة ميادة اللي بتقول هتحكي على حاجة من الحاجات الغريبة اللي حصلت معاها، بس دي معايا فيها شهود مش انا لوحدي، عشان ما تقولش تهيؤات يا يونس ولا تقولي روح الطبيب نفسي زي ما انت بتقول دايما. من وانا صغيرة كنا قاعدين في بيت حرفيا يخوف خلقة، وكنت دايما ببقى مرعوبة انام لوحدي. لحد ما في يوم قلقت من النوم بالليل وخارجة من الأوضة، لقيت حد قاعد في الصالة على كرسي زي كراسي الملوك، وفي ايده صولجان شكله غريب قوي، وفي ناس بتلف حواليه وشكلهم غريب جدا. كانوا ملهمش رجلين، مش ماشيين على الأرض، بينسابوا، بيطيروا حواليه كده. وفضلت واقفة بص عليهم أكتر، كنت مصدومة لحد ما تقريبا فقدت الوعي. صحيت لقيت نفسي على السرير، ولما حكيت لماما قالت لي طبعا حلم وتهيؤات وخلافه. بس لما كبرت كنت في مرة صحية بالليل لوحدي في الصالة، شفت شيء، لا عارف أقولك بني آدم ولا حيوان ولا ملامحه إيه. كان حاجة طالعة من الصالون ودخل أوضة بابا بمنتهى الهدوء، وكأن في حد ساكن البيت ده وهو اللي بيتحرك. حاولت استوعب الموقف، كان اختفى. مر وقت على القصة دي وماما توفاها الله، وبابا بعد فترة اتجوز، وبعد جوازه بكام شهر مراته بقى الجديدة بدأت تسمع حاجات بالليل. لحد ما في يوم بعد ولادتها مامتها وبنت أختها الصغيرة اللي عندها 5 سنين كانوا بايتين عندنا، والبنت بالليل قعدت تعيط وتقول خالتي شالتني وأنا نايمة وحدفتني في الدولاب واتخبطت ووقعت على الأرض. مرات بابا اللي هي خالتها المقصودة بالحوار اللي بتكلم عنه الطفلة فضلت تعيط وتقول والله ما عملت حاجة، والله ما عملت حاجة، ده أنا اللي شفتها بتطير من على السرير وتتخبط على الدولاب. وبدأت تحكي على إنها بتسمع أصوات بالليل، وبتسمع صوت صب مية في كوبايات على طول، وكل ما تنام تسمع جنب ودنها صوت كأن حد بيصب مية في كوباية. ومرة في التانية لما بقت تصحى على الصوت ده بقت تلاقي جنب ودنها المخدة غرقانة مية. هل من نصيحة؟ النصيحة أو الآراء اللي حضرتك عايزة تسمعيها موجودة، هتلاقيها على جروب عيلة أحمد يونس على فيسبوك.
كل أعضاء الجروب دلوقتي يدخلوا ويقولوا لهم رأيهم، والجروب زي ما بنقول فيه فوق 150,000، ما تتلخبطوش في أي جروب تاني مزور. وإلى تجربة أخرى صاحبها بيقول: مساء الخير يا يونس، بتابعك من فترة طويلة، أنا اسمي أحمد إبراهيم، أنا من المنوفية. القصة اللي هحكيها دي حصلت معايا شخصيا الشتاء اللي فات. أنا شخص بحب صيد السمك، ودي هواية أنا اتعلمتها من بابا، وما كنتش بصطاد غير بالليل. الصيد بالليل ممتع على فكرة، للي يفهمه ويعرف حلاوته. من زمان ونسمع من الناس الكبار ان القعدة على البحر بالليل لازم يبقى فيه ونس وصحبة، لان البحور كلها بيبقى فيها عمار والليل مش بتاعنا عموما. ما علينا، في يوم كنت قاعد انا وصحابي بالليل سهرانين وشجعنا بعض نطلع نصطاد، بس معظمنا كان ممانع لان الوقت كان برد وكان متأخر، بس يعني الشغف زي ما بيقولوا حب المغامرة خلانا نطلع نصطاد، وجهزنا العدة والسنانير والشاي والعشاء، وخدنا عربية صاحبنا وطلعنا على البحر. والبحر ده هو البحر الفرعوني، وهو ده يونس بحيرة مغلقة، المياه بتاعتها ضحلة، موجودة في مركز الباجور تحديدا في المنوفية، فمن هناك هيبقوا فاهميني وعارفين، وبيعتبر من أقدم الأماكن اللي زي كده في مصر، وعلشان كده سموه الفرعوني. المهم قعدنا جنب بعض وبدأنا صيد، وبعد شوية لمحنا راجل عجوز لابس جلابية قديمة وماسك عكاز خشب. عينيه كانت غريبة قوي يا يونس، تحس انها مش زي عينينا. قرب مننا ووقف قصاد مننا وقال: من فضلكم اتفضلوا قوموا من هنا، انتوا قاعدين في سكن ناس. مجدي زميلنا اللي قاعد معانا قال: ده احنا قاعدين في مكان ما فيهوش صريخ ابن يومين، سكن ناس ازاي يا حاج؟ بقول لكم امشوا من هنا، المكان اللي انتوا فيه ده سكن ناس، والوقت اللي انتوا فيه ده سكن ناس. قام مجدي مزعق هو كمان وقال له: جرايا يا حاج، هو فين الناس اللي انت عمال تقول لنا سكن ناس ومكان ناس ووقت ناس؟ الراجل ما قالش غير كلمه واحده: براحتكم، ومشي. مجرد ما مشي ودانا ظهره حسينا كلنا عارف الرعشه اللي بتيجي فجاه. ولكن مش ده اللي حصل، بس اللي حصل ان احنا لقينا مجدي فجاه بدا يصرخ ويتمرمغ في الأرض. هديناه وقلنا كده لازم نمشي حالا، سندنا مجدي وسبنا معظم حاجتنا حرفيا ومشينا من المكان، وقلنا هنطلع بمجدي على مستشفى، لأن مجدي كان بيهزي وبيهلوس حرفيا، وبدأت حرارته تعلى ووشه بدأ يحمر والرعشة ماسكة في جسمه. وصلنا المستشفى وعملوا له إسعافات على طول، وعلى آخر الليل حالته تحسنت وبدأ يتكلم معانا وقال: أنا كل اللي حسيت بيه إن بعد ما الراجل ادانا ظهره ومشي حسيت بضربة خشب، وكأن حد ضربني بعكاز، أيوة عكاز زي اللي كان معاه. الضربة دي جت على كتفي الشمال. بعدها سمعت أصوات كتير، وسمعت صوت الراجل عمال يتردد في وداني وبيقولي: هتشوف الويل. خرجنا يا يونس من المستشفى وكانت ليلة عمري ما شفت زيها في حياتي. حكيت لجدي اللي حصل ورد بمنتهى السلاسة والبساطة والأريحية وقال لي: يا ابني اللي ظهر لكم ده امبارح جن، والمكان ده سكن جن، وواحد من اللي ساكنينه من كبراته يعني والناس الكبيرة في السن هناك طلع يحذركم قبل ما يبدأوا هم يعملوا حاجة، ولما عاندتم وصاحبكم اتكلم وعاند أكتر اتأذى. خلي بالكم ان الأذى اللي حصلت له دي بداية، وربنا يستر عليه ابني من اللي جاي. وبختم تجربتي يا يونس نصيحة لكل الناس: لو بتحبوا قعدة البحر، اولا ما تقعدوش لوحدكم، ولو ظهر لكم شخص او حد غريب او شيء مش مفهوم وجالكم رسالة بشكل او باخر انكم تمشوا، ارجوكم امشوا. لسه مكملين تجارب حقيقية في كلام معلمين على راديو 90 FM، وبفكركم القصص الجديدة اللي نزلت على قناة أحمد يونس على يوتيوب أسميها كالتالي: العصيان، اللوكاندا، عم جمعة اللي واجه الجن أكثر من مرة،
النباشون، حطام قديم، عقد إجباري، المتسلسلون، رجمان، النمرود، اعترافات تربي، نادر فودة الثلاثية جلسات مجمعة، اعترافات عامل مشرحة، مدن الجن في ملفات سرية، نادر فودة العاصفة 1 و2 و3 و4 و5. نورة محمد تحديدا ده اسمها، بتقول مساء الخير يا أستاذ يونس. ممكن تلاقي كلامي مش مترابط ببعضه لأن أنا مش من الناس اللي بتعرف تحكي. أنا هحكي اللي حصل معايا وانت افهمه. من وانا عندي 8 سنين او اقل بشوف خيالات كتير حواليا وبحس بحاجات كتير، وعشان كده عشت في رعب، ولما كبرت كذا حد قال لي ان انا نجمي خفيف. كنت بسمع الجملة دي كتير ومش فاهمها، وتقال لي مرة اني روحي شفافة وبحس بالجن بسهولة. المهم كبرت، وفي يوم كنت مع بنت خالتي في بيتها. بنت خالتي دي كانت عادية جدا، لكن فجأة اتقلب حالها وبقت على طول ساكتة، اوقات تتشنك وتكلم ناس مش موجودة، لحد ما تأكدنا انها ملبوسة او ممسوسة. في اليوم ده كان والدها متفق مع شيخ هيجي بكرة البيت ويقرأ عليها، وعشان كده انا قررت ان انا هقعد معاها لحد ما يجي. قعدت في الأوضة معاها، ولما جينا ننام شغلت قرآن، صوتت وبدأ يطلع منها اصوات غريبة وتشنجت. خفت عليها، فاول حاجة عملتها جريت وقفلت القرآن. انهارت من العياط وقالت لي انها شايفة حد واقف عند الصورة اللي في اخر الأوضة. معرفش ده إيحاء يا يونس ولا ايه، انا لما بصيت على الصورة حسيت بحاجة ضبابية او حسيت بحاجة بتترعش، كأني في حد موجود شفاف ومش شفاف في نفس الوقت. عملت ايه؟ رحت غطيت الصورة وقريت قرآن في سري وقفلت النور. فضلت تقولي اسكتي اسكتي ما تقريش اسكتي، انت مش عارفة انت بتعملي ايه. وزعقت، جريت نورت النور تاني، بصت ناحية السقف وأنا مش فاهمة هي بتبص على إيه، لكن مكان الصورة، مكان الأرض اللي جنب الصورة تحديدا، شفت أثار رجلين أكبر من الأدم بتاعنا بكتير. مفيش مكان لصوابع، هي حاجة كده شكل هلامي، وكأنها الصوابع ملزوقة في بعضها وسايبة على الأرض طبع أسود وكأنه طبع فحم. أنا خفت، زمان وأنا صغيرة كنت بشوف أشكال زي ما بقولك. بدأت أفتكر فجأة الناس دي، معرفش ليه في الوقت ده. تلقائيا قلت اللي كان هنا ده كان عفريت. بدأت الأثار الأقدام اللي على الأرض تختفي وتتلاشى، وأنا شايفاها وهي بتختفي، وكأنها رماد وجي ريح خفيفة وخلته يتناثر ويختفي. في الوقت ده بنت خالتي رجعت لحالتها عادي جدا، والمفروض ان احنا كنا هننام، هي نامت لكن انا ما نمتش. معرفش اللي حصل ده، انا عيني غفلت ولا ايه. انا شفت حاجة ماشية على ايديها ورجليها، وشفت راجل معرفش مين بيتحرك ناحية السرير، ولما طلع عند السرير كان اللي نايم انا، كأن أنا روحي وبتتفرج على اللي بيحصل. ونزل ضرب في جسمي، ضرب فعلا يعني محترم. أقسم لك إن أنا لما صحيت كان كل حتة في جسمي وجعاني، قمت مفزوعة لحد ما الشيخ جه، واللي المفروض كان هيقرأ على بنت على قريبتي. ما أقولكش اللي حصل، ومش هينفع أقوله بالتفصيل لأنك يعني أنا طلب مني ما أحكيش. كل اللي هقوله لك إن أنا شفت الموت بعينيا، والراجل بعد ما خلص قال أعوذ بالله، ده اللي عليهم الاتنين أنا ما شفتش زيه قبل كده. بعدها يونس بقيت أشوف في الحلم كائن غريب مخيف، أكتر شيء مرعب ممكن أتخيله في حياتي. لا هو خيال أسود ولا إنسان أسود ولا الكلام ده اللي بنسمعه، لا كائن ملوش وصف، عينيه زي الجمر المشتعل،
وزي ما قلتلك أنا مش هينفع أحكي أكتر من كده. ادعي لي يا يونس وخلي اللي بيسمعوك يدعو لي، يمكن دعوة منكم تستجاب وربنا يفك كربي وكرب كل حد زيي بيعاني. وادعوا البنت خالتي كمان معاكم. أنا اسمي إسلام أمجد، عندي 16 سنة، من الناس اللي بتحب الرعب ومن الناس اللي بتحب تدور في عالم ما وراء الطبيعة، والبركة فيك يا يونس عشان ما بقاش كذاب برضو. تقدروا تقولوا عليا أن أنا فضولي جدا، الموضوع بالنسبة لي حب المعرفة مش أكتر، ومفيش قصة اسمعها منك إلا لما أدخل أدور في أي مصطلح أنت قلته لحد ما أعرف أصله. في يوم كنت بدور على جوجل وكتبت ما معنى التعويذة وكيف يتم التعامل معها. انا مجرد ما كتبت ما معنى التعويذة طلع لي بقى كل الكلام في السؤال فاخترته. ظهر اكتر من موضوع وفيديو، بس جذبني مقطع فيديو معين مش هقول اسمه لانه اكتر حاجة بتظهر على فكرة، ولو حد كتب بس ما معنى التعويذة هيظهر له الباقي. المهم دخلت على مقطع الفيديو ولقيت شخص بيحكي عن طريقة تحضير الجن وبيقول كلام كتير قوي ومعلومات غريبة كنت اول مرة اسمعها. اتشديت جدا للفيديو اكتر وقلت اما اشوف الشخص ده هيوصلنا لايه في الاخر. قعد يقول كلام مش مفهوم، ما فهمتش غير جملة واحدة قالها في الآخر وهي كانت أقسمت عليك بالحضور يا، وبرضو مش هقول الاسم، مش هقوله عشان خايف عليكو، لأن الفيديو وقتها خلص وما سمعتش هو قال ايه أصلا. قفلت الجهاز، أول ما قمت من مكاني حسيت بضربة على ظهري محترمة، اتلفت ورا ظهري لقيت لك ألم على خلقتي، فزعت صرخت، محدش معايا في الأوضة، الباب مقفول، حاولت أتماسك، ريقي ناشف بشكل رهيب، خرجت أجري، فتحت التلاجة، طلعت المية عشان أشرب منها، المية طعمها حادق بشكل غريب، كأن في حد قال فيها كيسين ملح يا يونس. طلعت في الصالة وبدأت أزعق ونادي على أهلي كلهم، صحيوا وحكيت لهم، حتى قلت لهم حتى المية بقت حدقة أنا معرفش فيها إيه. الكل مسك المية وشرب منها ولا فيها أي حاجة. أما ماما قالت لي نام يا إسلام وبطل تدور في الحاجات اللي زي كده، وما اللي أنت عايز لما تدور في الحاجات اللي زي كده تشوف إيه، عروسة تجيلك يعني. تاني يوم لما جيت أنام سمعت صوت غريب، مش عارف اميز ده بني ادم ولا حيوان. قلقت يومها اكتر من 5 مرات على نفس الصوت، بصحى عليه ويختفي ويسكت وارجع انام، وانا نايم احس ان في حد بيزقني، وانا نايم احس ان في حد صوابعه ماشيه في شعري، وانا نايم احس ان في حد صوابعه ماسكه رقبتي. الموضوع سخيف، أصوات محدش بيسمعها غيري، أحاسيس ومشاعر محدش بيحس بيها غيري، ضحك مستفز ومخيف محدش سمعه غيري، أصوات بتناديني باسمي وتهديدات بالعقاب. حياتي اتقلبت لجحيم، شفت أشكال وألوان من العذاب، لدرجة أن أنا في مرة صحيت من النوم لقيت تعبان جنبي على السرير. مش عارفة اتحرك، مش عارفة مدي ايدي ابعده، مش عارفة اخبطه برجلي يبعد. كل اللي انا عمال اعمله على قد ما اقدر، عمال احاول اشد رجلي وابعدها عنه، لكني مش قادر اتحكم في جسمي، مشلول. عارف اللي حصل بعدها ايه؟ انا نمت، ايوة نمت، وكأنه كان حلم اصلا، ودخلت من حلم الحلم، ولما صحيت ما شفتش اي حاجة. أنا بضعف جسمانيا بسبب قلة الأكل وقلة النوم. أمي كل ما تكلمني تقولي أنت بقيت زي الهيكل العظمي كده ليه؟ ردي المعتاد اللي بقوله أصلاً عامل دايت. أنا لحد دلوقتي بعاني، بشوف كل يوم أشكال وأصناف. أنا ما بقيتش خايف عشان ما بقاش كذاب،
لكن فكرة القلق وفكرة ان انت كل يوم لما تيجي تنام مستني يا ترى ايه اللي هتشوفه النهاردة، صدقني يا يونس صعب قوي. انا من بني سويف، اسمي سلمى علاء. وانا صغيرة كنت زي اي طفلة بخاف، بس كنت بخاف بزيادة لدرجة اني ما كنتش بعرف انام غير وماما نايمة جنبي. عادي، دي حاجة ما تخوفش يا يونس، عادي زي الناس كلها يعني الاطفال اللي في سني. لكن انا كنت بخاف من حاجة معينة، دايما اقول لهم الاصوات اللي حواليا، الناس اللي بتتكلم كتير حواليا. انا كنت بسمع في دماغي يا يونس، وانا فاكرة اللي انا بقوله لك ده كويس جدا، حوارات ووش وزن وخناقات وناس بتضحك وناس بتغني، كأن في حفلة وخناقة ونقاش، كل ده بيحصل في دماغي وبقول لك ده وانا صغيرة. لكن كان في صوت مميز قوي، صوت حد بيئن بيتألم في وسط زحمة كل الأصوات دي، سمعاه. معرفش المصدر ايه، انا طفلة خايفة. الصوت اللي كان بيتألم وبيئن ده كان بيحاول قدر الإمكان يعلي صوته في وسط زحمة الأصوات دي، وكأنه عاوزني أسمعه هو بس. في يوم وأنا قاعدة في الصالة في البيت سهرانة بالليل، كنت بذاكر، كبرت شوية وسمعت نفس الصوت، وسمعته وأنا صاحية، وسمعته المرة دي بينادي عليا باسمي. خفت، البيت كان نايم وأنا يعني ما كنتش كبيرة، وبدأ صوت صفافير سخيفة جدا في ودني، وحسيت ان انا خلاص وداني هتنفجر. خوف وألم وعياط، لحد صحي ولا حد سمعني. انا من كتر الصفارة اللي في ودني ما كانت عالية، انا ما كنتش سمع صوتي وانا بصرخ. وبالمناسبة انا البابا وماما نومهم خفيف، فالمفروض صرخة زي صرختي دي ولا اكتر من صرخة دي صحوهم، ولا حصل اي حاجة. بدأت افكر ايه اللي هعمله، بدأت احاول اطمن نفسي. الصوت بيرن في دماغي وكل شيء، وشوية الصوت اللي بيكلمني وبينادي عليا باسمي بيزيد. جريت على اوضتي، قعدت على السرير، ضميت راسي ما بين رجليا وغطيت نفسي، وفضلت اعيط واترعش واقول له اسكت بقى اسكت بقى اسكت بقى اسكت بقى اسكت بقى. في الوقت ده لقيت بابا واقف قدام باب الاوضة، وكان معدي بالصدفة، ده ما سمعنيش. دخل يقول لي فيه ايه، لقاني منهارة من العياط، وحكيت له على كل اللي حصل. مش هقولك ان هما ما صدقونيش، لا بالعكس، بابا صدق كل كلمة انا قلتها، لانه مؤمن جدا بوجود الجن على فكرة. قعد معايا لحد الصبح قرالي قرآن، وانا بصراحة اول ما قرالي رحت في النوم في منتهى السرعة. بس حصل حاجة غريبة يونس، انا بدأت اعرف حاجات من قبل ما تحصل. اسمع في دماغي حاجة بتتردد وتقول لي في كذا هيحصل، فلان هيموت، فلان هيحصل لها حاجة في حاجة. وكانت للأسف الشديد حاجات معظمها غم. فمرة كانت اختي بتلبس عشان تروح الدرس، صوت اتردد في ودني ولقيتني تلقائيا وبدون مقصد او اتعمد ده بقول لها ما تلبسيش، مفيش درس النهاردة، ابو المدرس بتاعك مات. انا لا كنت عارفة رايحة درس عند مين ولا فين ولا مين الاستاذ اصلا، بس قلت الكلام ده لا اراديا. وفعلا بعد شوية واحدة صاحبة اختي اتصلت وقالت لها ان الدرس اتلغى لان ابو المدرس مات. مرة تانية كنت نايمة وصحيت من النوم، لقيت نفسي بنادي على ماما وبقول لها بصوت عالي اتصلي بفلانة خليها تروح تزور باباها في المستشفى عشان هيموت. والغريب ان بعد كام يوم مات. انا عارفة طبعا ان لا يعلم الغيب غير ربنا سبحانه وتعالى، لكن في هبات ربنا بيديها للعباد. انا اتقالي ان انا لو حكيت وفضلت احكي لناس كتير الهبة اللي عندي دي ممكن تروح، فانا ببعت لك عشان عاوزاك تحكي كل اللي انا بقوله بالتفصيل، علشان انا عاوزاها تروح. انا اسمي سلمى علاء ومن بني سويف، وبحكي كل اللي حصل لي، لعل وعسى اللي حصل ده
وانك حكيت يكون سبب في ان الهبة دي تروح. لكن السؤال اللي عندي هو مين اللي كان بيتألم في دماغي؟ مين اللي كان بيتألم؟ مين؟ معانا تجربة محمد بيقول: أنا من البحيرة في قرية. تجربتي حصلت من سنتين. كنت مروح بالليل وبعدين شفت الناس متجمعة على أول الشارع عندنا وسمعت صوت صرخات. رحت أشوف فيه إيه، لقيت حد من الجيران بيقول إن طه ماسك في أخوه أبوه عايز يموتهم. بالمناسبة طه ده متعلم وكويس جدا. استغربت من اللي بسمعه ودخلت البيت عندهم. رحت أشوفه لقيته نايم على السرير وعمال يصرخ بطريقة غريبة وبيجز على أسنانه وكأنه هيكسرها. بعد شوية طه قام وقعد على السرير وبدأ يخبط دماغه في الحيطة. أخوه جري بسرعة وحط مخدة ورا دماغه. وبعد ما عدى وقت وطه على الحالة دي فاق وبدأ يتكلم معانا وقال إنه مش فاكر أي حاجة من اللي حصلت. خلال الوقت ده كان أبوه راح جاب شيخ الجامع، وأول ما وصل الشيخ ودخل علينا الأوضة وقال السلام عليكم، طه قام نط من على السرير وقام جري قعد في الركن وفضل يقول: إيه اللي جابك هنا؟ إيه اللي جابك هنا؟ طب رد السلام حتى؟ ده كان رد الشيخ. طه ساعتها كان عامل زي العيل الصغير اللي خايف من العقاب وكان عمال يتراش. الشيخ راح ناحيته مسكه من ايده وخده وراح نيمه على السرير، وطه راح معاه بمنتهى الهدوء ونام. الشيخ بصلنا وقال: عايز 4 رجال عفيين يمسكوه من ايديه ورجليه كويس. اتجمعنا وكنا اكتر ومسكنا طه كويس، والشيخ طلع زي عصاية جلد وقعد يقرأ ويقول رقية وحاجات، وهو ما ضربوش عشان ما بقاش كذاب، وكأنه كان مسكها من باب التحذير. طه بدأ يتكلم ويقول كلام غريب وأصوات غريبة متداخلة، وبدأ حوار يدور بينهم الاتنين. الشيخ سأله: أنت مبعوت ولا رايح له لوحدك؟ كان الرد من طه أو اللي عليه بقى الله أعلم أنه متسلط عليه. سأله: أنت متكلف بإيه؟ قال له: أنا متكلف أأذيه وخليه يتجنن. هتخرج لوحدك ولا تترن علقة محترمة ولا تتحرق؟ فضل طه يتنفض. الشيخ رفع العصاية وما قربش منه الحقيقة، وقال له: الشباك مفتوح، فرصتك تخرج، مالكش أي دعوة بأي حد من اللي في الأوضة، عشان لو فكرت تروح لحد أنت عارف هيحصل إيه، ولو فكرت ترجع ما أقولكش بقى على اللي مستنيك. طه سكت خالص ما بيتكلمش. بدأ الشيخ يقرأ قرآن كتير جدا. طه بدأ نفسه يتسارع، صدره بيتنفخ، أنا بقيت حاسس إنه هيجرى له حاجة. الرعشة مسكت فيه وبعدها فاق وقام قاعد على السرير ومش فاكر ولا حرف من اللي حصل. الشيخ قال: ربنا يختار الخير وانا هحصنه وحصن البيت. من فضلكم كل اللي موجودين في الأوضة اذكروا ربنا كويس وصلوا. ذكر ربنا هو اللي يحمي كل واحد من أذية الجن وأذية غير الجن والبشر. السلام عليكم أستاذ أحمد، ياريت تجربتي توصل لتجارب حقيقية الجاية لكل المعلمين. أنا اسمي عبد الرحمن الفخراني. تجربتي: كنا في زيارة لبيت جدتي وجدي. بيت جدي موجود في قرية زي أي قرية مصرية بسيطة بالشكل الجميل. وفي يوم بالليل كنت قاعد في البلكونة بتاعت البيت، شفت واحد كان ماشي على شط الترعة، وأنا أصلا اللي بيني وبين الشط سور مش طويل قوي، بس لو حد ماشي ورا السور مش هيبان غير جزء من دماغه، ولو هو قصير مش هيبان اصلا. لكن الراجل ده كان ظاهر جسمه جزء كبير من جسمه، معناه انه طويل قوي. كنت شايف نص اللي فوق وكانه وكله كان باين، بس ما كنتش قادر احدد ملامحه كويس بسبب الضلمه. المهم كان كل يوم بالليل بشوف نفس الراجل ده في نفس التوقيت بالظبط، لحد لما فكرت اطلع في الوقت ده واشوف الراجل ده جاي منين ورايح فين ورايح يعمل ايه.
استنيت وكانت الساعة 9 بالليل ولقيته ماشي زي كل يوم. خرجت مشيت وراه، كان طول ما هو ماشي كل شوية يقف ويبص يمين وشمال وأنا بعيد مستخبي مش شايفني. دخل في شارع ضلمة، شارع بصراحة أعوذ بالله مخيف ومرعب، ما فيهوش صريخ ابن يومين، مهجور. بعدها ما شفتوش، اختفى تماما كأن الأرض اتشقت وبلعته، مالوش أي أثر. معرفش اختفى فين وراح فين، مع ان مفيش بيوت او مكان ممكن يدخله. انا فضلت واقف شوية متنح، خدت بعضي ورجعت. لما وصلت البيت الساعة كانت 3:30 بالليل. يا نهار اسود، 3:30 ازاي؟ ده انا خارج الساعة 9، انا ما كملتش نص ساعة على بعضها، الوقت ده كله راح فين؟ كنت مستغرب ومرعوب، وخصوصا ان الموقف كله من ساعة لما خرجنا من البيت ومشيت ورا الراجل زي ما قلتلك ما ياخدش نص ساعة، لكن عدى 6 ساعات. لما جيت افتكر بدأ يجي حاجة زي فلاش باك متداخل كده، يقول ان انا وقفت في الشارع ده كتير قوي 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 قوي. في البيت لقيت اهلي كلهم بيدوروا عليا، فضلت اترعش من الخوف. حمدوا ربنا ان انا رجعت. جيت احكي لهم، جدتي قالت لي اسكت خالص، الكلام دلوقتي غلط، ادخل نام واستريح والنهار لعينين. تاني يوم الصبح صحيت لقيت جدتي قاعده جنب السرير وبترقيني، وقالت لي احكي لي اللي حصل. حكيت، ابتسمت وطبطبت علي وقالت لي انت غلطت يا عبد الرحمن لما طلعت برا البيت في الوقت ده عشان تمشي ورا واحد انت ما تعرفش هو مين. مش يمكن يا ابني كان حرامي ولا عمل لك حاجة؟ ما تعملش كده تاني، ممكن يا ابني يكون كان واحد منهم ياخدك معاه وما نشوفكش. قلت لها يعني ايه ياخدني؟ قالت لي امال الساعات اللي انت قعدتها دي انت فاكر انت رحت فين؟ انت اتخذت لكنك رجعت يا ابني، احمد ربنا يا ابني، احمد ربنا يا ابني. خلصت كلامي مع جدتي وهو ده اللي حصل، ومن يومها بطلت افكر هامشي في اي سكة او اي طريق او اي مجال غامض علشان ما ادفعش التمن بعد كده غالي. تعالوا نروح لعايدة. من حوالي كام سنة سكنت أنا وجوزي في شقة إيجار بتاعت واحد قريب جوزي مسافر برا. المهم في يوم كنت راجع من برا ولقيت واحدة من الجيران بتقول لي هو أنت صحيح سكنت في البيت الفلاني؟ أيوة خير، في مشكلة؟ قلت هتقول انها محتاجة حاجة او محتاجة، لكن قالت لي طب ما فيش اي حاجة غريبة شفتيها ولا لاحظتيها؟ لا بصراحة كل حاجة عادية. هو انت مش واخدة بالك ان ايجار الشقة قليل؟ الشقة مسكونة، خلي بالك، خلي بالك من نفسك وجوزك وعيالك. الحقيقة يا يونس انا كنت بلاحظ حاجات لكني ما كنتش مركزة، قلت تهيؤات، لكن طبعا الحوار اللي حصل ده يخلينا ركز ونص. اكتر من مرة بقى متأكدة ان انا طافية المراوح وليها شغالة، اكتر من مرة بقى قاعدة في الصالة واسمع السيفون بيتضرب لوحده، اكتر من مرة اسمع الحنفيات بتشتغل لوحدها. بعد كلام الست دي بدأت اربط كل حاجة، وخصوصا ان انا بقعد لوحدي في البيت كتير، جوزي بيجي من الشغل متأخر، كنت قاعدة لوحدي وفجأة لقيت الباب بيفتح ويقفل لوحده وبيعمل صوت تزييق عالية كأن في ريح جامدة. قمت جريت شغلت قرآن وقعدت أقرأ سورة البقرة مع القرآن اللي بيتقري. الصوت سكت، وبعد ما خلصت خرجت قعدت في الصالة أو ما لقي لك قطتين. انا عمري الشقه ما كان فيها قطط ولا شفت قطط حواليا، وبالمناسبه الشبابيك كلها عليها سلك
ومفيش أي مكان يدخل منه الأوضة. فتحت الباب وبسبست لهم وخرجوا. لما جوزي جه قلت له بقول لك ايه، انا عايز امشي من البيت ده، وحكيت له اللي حصل وحكيت له كلام الست، لكنه قال لي الايجار هو ده اللي يناسبنا. وفي يوم ابني الصغير كان بيجي من مدرسته قبل اخواته، وقتها كان في سنة ستة، كنت بره بشتري شوية طلبات للبيت، ولما رجعت لقيته قاعد على سلالم البيت وعمال يترعش. قلت له في ايه يا ابني اللي حصل؟ قال لي انه شد المفتاح من تحت الدواسة وبيفتح الباب، الباب اتفتح مجرد نص فتحة وقام مرزوع في وشه. بيقول لي ان هو افتكر ان انا جوه وبهزر معاه، قام فتح الباب تاني. اول ما فتح الباب بيبص لقى واحدة ست واقفاله وبتقول له امك برا لسه ما جاتش، وقامت رازعة الباب في وشه. انا نفسي يا يونس لو ده حصل انا مش هتحمل، ما بالك في عيل صغير في ستة ابتدائي. وبدأ ابني بقى يشوف حاجات، هو ده بقى اللي حرك ابوه. ابني بدأ يصحى من النوم ويعيط ويقول لي انه بيشوف الست وهو في الحلم وبتقول له قول لابوك ياخد امك ويمشوا دلوقتي. ومره في التانيه في التالته اقتنع جوزي ان احنا نمشي، وطلبت منه يتصرف يعرف ايه الحكايه، وفضلت ادور لحد ما لقيت الست اياها وسالتها وقلت لها انا شفت حاجات غريبه، قولي لي ايه السبب في ان البيت ده مسكون. قالت لها لا يا بنتي ما نعرفش، القصة ما فيها ان البيت تقريبا من كتر ما تساب العمار سكنوه، او الجن والعياذ بالله والعفاريت. انفدي بجلدك يا بنتي وامشي. ونروح لفتح عزت من أهالي طنطا الكرام، 25 سنة، ساكن في قرية هناك، بيطلع يشتغل في الأرض الصحراوية في مزارع العنب. في اليوم ده كان معاه مجموعة من العمال، بيقول كنا تقريبا 10 شباب، وده كان أول يوم لينا في الشغل في المزرعة. اشتغلنا أول يوم وخلصنا الشغل، وبعدين رحنا نستريح في السكن اللي هنقعد فيه. السكن كان في وسط المزرعة ويبعد عن الطريق السريع حوالي 2 كيلو مشي، دورين. الدور الأرضي اللي هنقعد فيه كان شبه المستشفى، طرقة طويلة وفيها أوض يمين وشمال وحمام. الأوض معظمها من غير أبواب والشبابيك متكسرة، وفي أوض كتير فيها خشب وأدوات قديمة. اخترنا أوضة فيها باب وصلحنا الشباك بتاعها ونظفناها وفرشنا بطاطين عشان ننام عليها، بس ما كانش فيه ولا لمبة في المبنى كله الحقيقة. شغلنا كشاف صغير لأن الليل بدأ يدخل علينا، بس بعد شوية واحد صاحبنا اسمه محسن قال هيطلع يجيب عنب من المزرعة، وفعلا راح، ولما رجع كان بيجري مرعوب. سألته في ايه؟ قال لي في حد جري وراه وعمال يحدف عليه حجارة. خرجنا وقلنا لا ده في حاجة كده، حرامي بقى ولا ايه؟ واللي يقول لا ده ممكن الغفير كان بيعكسه، بس المهم الغفير انه بعيد يا جماعة عننا. خرجنا وقعدنا ورجعنا مفيش اي حاجة. واحنا قاعدين سمعنا خبط على الباب، نفتح ما نلاقيش، شوية ونسمع خبط تاني وخبط تالت وخبط رابع على ابواب الاوض اللي في الطرقة كلها. طبعا لما نبقى شباب مع بعض مش هنخاف على طول كده يعني. على الساعة واحدة بالليل كان مفروض ننام عشان عندنا تاني يوم الشغل، وقلنا بقى عفاريت ولا مش عفاريت مش وقته. أنا نمت ما حسيتش بأي حاجة. بعد شوية سمعت حد بيصحيني وبيقول لي قوم شوف محسن ماله، قوم شوف محسن ماله. شوية وقمت قلقان فجأة. لما قمت
لقيت محسن عمال يرفص وبيطلع منه صوت ضعيف قوي ما يتسمعش سهل، وعمال يخرج من بقه رغاوي بيضة، وبدأ الصوت الضعيف اللي بيطلع منه يتغير ويبقى صوت خشن. صحيت اللي موجودين كلهم، أما محسن أم قعد وقال جملة واحدة: لو فضلتوا قاعدين هنا محدش هيرحمكم. احنا ما كناش فاهمين اللي بيحصل، بس في وسطنا بالمناسبة كان في شاب أزهري حافظ القرآن، قال لنا اللي بيحصل ده شغل جن، ويطفشونا ينطفشهم. وبدأ يقرأ القرآن، وبدأنا بقى يونس رحلة بقى يومية من الحرب بيننا وبينه، والموضوع بجد استهوانا. ولكن المشكلة ان الغلبان محسن كان هو الوحيد اللي زي ما تقول نجمه خفيف، او لما طلع برة اتلبس وبقى هو اكتر وحيد يتبهدل. بس اقول لك الحقيقة، احنا اللي كسبنا في الاخر، المعركة دي كانت لينا. امال هو اللي يتمسك بكتاب ربنا وبالذكر في حاجة تقدر عليه؟ بالبلدي كده احنا اللي طفشناهم يا يونس. لسه مكملين تجارب حقيقية في كلام معلمين على الراديو 90-90، وبفكركم ياريت تشتركوا في قناة أحمد يونس على يوتيوب. القناة فيها 1,119,000، وكمان في قناة تانية، قناة رعب أحمد يونس، فيها برضو فوق 50,000 مشترك. ياريت تشتركوا في القناتين وتنورونا. أجدد حاجات نزلت في قناة أحمد يونس من قصص الرعب: العصيان، اللوكاندا، النباشون، حطام قديم، عقد إجباري، المتسلسلون، رجمان، النمرود. أما قناة رعب أحمد يونس، خلينا أقول لكم الحاجات اللي نزلت فيها. والقناة برضو بفكركم أنها قناة رسمية، وقناة معانا برضو يعني فيها حاجات من الحاجات الأرشفية القديمة بتنزل تباعا. القناة عدد المشتركين فيها 60,000 تحديدا. في اعترافات مثيرة عن علاقات مع الجن، رسائل من الموتى، المزار، فضائح ممزوجة بالرعب والذعر، القرية السوداء، قصة القميص الذي يحفظك من أذى الجن، انتقام الشيطانة، غرفة العزل، تسريب أهوال رغما عن CIA وFBI، المنطقة 51، لعنة الجن العاشق، من أنا؟ السحر الأبيض، الاستدعاء الأسود، القصر الغامض. كل دي أسامي قصص موجودة في قناة رعب أحمد يونس الجديدة. وتعالوا نروح لشروق. يا يونس، هي مش قصتي، هي قصة واحدة صاحبتي. كان عندها بنت عندها 7 سنين، بنتها يعني، في يوم رجعت من المدرسة وكان معاها عروسة جايباها، وقالت لها واحدة في الست في الشارع اديتها لها، يعني محدش دقق ولا حاجة. لكن اللي حصل ان مامتها بدأت تشوف العروسة في الأحلام والكوابيس. معرفش بقى هي كانت متأثرة بقى بالأفلام أنا بال بقى والحاجات دي ولا إيه يا يونس. البنت متمسكة بالعروسة والبنت حالها عادي جدا، لكن مامتها هي اللي حالها اتقلب حرفيا، وبقت تحاول مرة والتانية والتالتة تاخدها منها، لكن البنت متمسكة بيها تمسك غريب. مامتها كانت بتحلف إنها بتشوف العروسة بتتحرك من مكان للتاني. وفي مرة خدت العروسة وبنتها نايمة وخبتها علشان تاني يوم تولع فيها ولا تشوفها ترميها في أي دهية. لكن اللي حصل إن البنت جت لمامتها في الحلم وماسكة سكينة وبتقول لها: لو ما رجعتليش العروسة أنا هتبحالك.
ما عنديش تفاصيل اكتر من كده يونس في القصة علشان ما بقاش بقول حاجات مبالغ فيها، لكن ده اللي حصل. هتسألني العروسة فين؟ العروسة مع البنت لحد دلوقتي. وتعالوا نروح لهدير. بتقول انا عندي 21 سنة، انا من الغردقة، عاوز احكي تجربتي واتمنى تتزع في كلام معلمين. وانا في اعدادي كان معايا واحدة صاحبتي كانت قاعدة جنب مني في الفصل ودايما مع بعض. صاحبتي كانت لابسة خاتم فضة كله الوان وشكله غريب. شدني وسألتها وقلت لها الخاتم ده حلو على فكرة، جايباه منين؟ قلعت الخاتم وقالت لي الخاتم ده هيحفظك، خلي بالك منه. انت بتتكلم يعني ان هما مش كبار يعني؟ استغربت من موقفها وفرحت قوي بالخاتم ورجعت البيت. ما كنتش فاهمة حاجة بس يعني فرحت انها خلتني البسه. قلعت الخاتم على حوض الحمام وغسلت وشي وبعدين اتوضيت بس نسيته على الحوض. لما صليت افتكرته، دخلت اشوفه ولقيته مرمي جنب البلاعة. قلت الحمد لله انه ما وقعش في البلاعة. بس اكتر من مرة بقى بعد كده لما اقلع الخاتم لاي سبب واجي ادور عليه عمري ما لقيه في نفس المكان اللي قلعته فيه. انا مش عاوز اخوف نفسي بس الموضوع بيتكرر، وبدأت اعملها زي ما بيقولوا كده ايه بالقصد. وبدأت فعلا اتأكد ان الخاتم ملوش مكان ثابت بسيبه فيه ولاقيه عمري. مين اللي بيعمل كده؟ مرة تانية انا واختي قاعدين على السرير، سرير واحد في اوضتي، وده في الطبيعي ما بيحصلش. سمعت صوت حاجة خبطت في الحمام، قمت وقفت على السرير اشوف ايه اللي وقع بحركة لا ارادية، ولسه هنزل من على السرير الاقي لك ظل بيجري بسرعة من قدام الأوضة، لدرجة عارف اللي هي السرعة الخاطفة اللي تقول ما تعملش حاجة. بعدها طلعنا ما لقيناش حاجة. لما نمت حلمت بالظل ده تاني، لكن كانت الصورة أبطأ شوية، وشفته حد بتاع 50 سنة لابس جلابية اتحرك بسرعة من قدام الأوضة وأنا واقف على السرير بنفس المشهد من جديد، لكنه رجع ودخل الأوضة ووقف قدام السرير وأنا واقفة متنحة مشلولة ومش عارفة أنطق. وأختي ببصلها لقيتها نايمة في 7 نومة، وقام رافع ايده، كف ايده كده بالخمس صوابع، وببص لقيته لابس الخاتم ده في ايده. صحيت ما لقيتش الخاتم موجود، ومن يومها الخاتم ده ملوش وجود. جريت على صاحبتي وقلت لها، قالت لي انا قلت لك حافظي عليه، الخاتم ده بابايا مديهولي وقال لي يحفظك من الجن، وعمل لي واحد تاني هو. انت ما كانش المفروض تهمليه ابدا، ان انت رميتيه مرة والتانية هما دول السبب في ان حد خده منك. واختم تجاربنا النهاردة بدور من السعودية. بتقول مساء الخير أستاذ أحمد يونس، أنا بعتذر مقدما أن تجربتي طويلة شوية، لكن صدقني دي مش تجربتي، دي حياتي. الموضوع بدأ من عمر 13 سنة، انتقلنا لبيت كبير وحلو بس قديم شوي من أيام الخمسينات أو الستينات، جددناه وسكننا فيه. على فكرة البيت كان ساكن فيه زمان عيلة بيتقال عليها بتاعت سحر في المنطقة عندنا، ومن مذهب ديني غير مذهبنا. المهم والدي ما كانش بيصدق في الكلام اللي بيتقال عن العيلة دي واشترى البيت وسكننا هناك، والحياة مش عادية وطبيعية. أنا كنت بنت وحيدة، لا أخ ولا أخت، متفوقة دراسيا، دايما في ترتيب 10 الأوائل. لكن لما سكننا البيت بدأت ألاحظ وجود ظلال في البيت بتظهر خصوصا في آخر الليل، وكانت أحيانا بتظهر على هيئة ناس بدون رؤوس. في الفترة دي أنا كنت زي كل البنات اللي في سني بحب المرايات، وآخر الليل كنت أقعد قصاد منها أسرح شعري وشغل أغاني.
والدتي ما كانش بيعجبها اللي بعمله، وكانت دايما تقول لي بلاش تسرحي شعرك بالليل واقري قرآن يا بنتي أفضل. في الوقت ده أنا كنت مقصرة عموما في العبادات. بعد مدة بدأت أسمع صوت بينادي عليا باسمي. الصوت كان زي صوت والدي بس كان مختلف شوية، أجش أكتر منه، كأن اللي بيعمل بيحاول أنه يقلد صوت أبويا. وفي يوم أبويا كان برا البيت، وبعد شوية سمعت صوت نفس صوت بقى أبويا، كان بينادي عليا وبنفس أسلوبه، وأمي سمعت معايا نفس الصوت. لما رجع والدي حكينا له وما صدقناش إحنا الاتنين. ومرة تانية كنا سهرانين في الصالة، كانت الساعة بعد 2 بالليل، وأنا وهو قاعدين شفنا ظل أسود بيتحرك خرج من الحمام. قلت لأبوي أنت شفت؟ قال لي لأ، مع أن أنا متأكدة أنه شافه. أكيد ما كانش عاوز يخوفني. مرت الأيام ودخلت الثانوي، بس مستويات دراسي بيتراجع بشدة، والأوضاع زي ما هي في البيت، وبدأت أدخل في عزلة، أكره الناس وأكره التجمعات والمناسبات. مشاكلي مع الناس بتزيد كل يوم، سواء الزميلات أو الأقارب، وكمان أبويا وأمي خناقاتهم بتزيد. أول سنة ليا في الكلية فشلت في الامتحان وعدت السنة، كانت صدمة، وخصوصا أن عمري ما كنت من الرسبات. اللي حصل أن أيام الامتحانات كنت بتعب فجأة ودرجة حرارتي بتزيد، وبعد ما الامتحان يخلص برجع كويسة جدا. بعد الامتحانات بدأت أعاني من كسل وخمول وتعب غريب في المفاصل، وكمان بدأ شعر راسي يتساقط بغزارة. أمي خدتني للطبيب، قال إن دي حالة عادية بتصيب الطلاب اللي كانوا متفوقين وحصل لهم صدمة فشل أو رسوب، واتكتب لي مهدئات، لكن حالتي بدأت تسوء أكتر من الأول، وبدأت أعاني من نسيان شديد جدا، وكأني أصبت بزهايمر مبكر. ده غير تصرفاتي بدأت تكون غريبة، بدأت أعمل حاجات وأنسى أن أنا عملتها. لما نام أحلم بأفاعي وأماكن كلها ضلمة وخرابات وأماكن ريحتها قذرة وناس وشوشها غريبة ومرعبة واقفين حواليا وما بيتكلموش. وفي يوم كنت لوحدي في البيت بدأت أحس برعشة في جسمي وفي إيدين بتلمسني، لكني ما كنتش شايفة أي حد. بسرعة قمت أقرأ آية الكرسي وغيرت القناة لقناة القرآن الكريم. تاني يوم كنت في قطي ولبسة لبس خفيف وقصير، لبس بيت عادي قبل ما نام، لكن حسيت بإيد حوالين جسمي وشيء بيلمسني. صرخت وناديت على أمي اللي جت تجري وحكت لها كل حاجة. فضلت حزينة وأبكي لأني أدركت أن في جن بيحاول يقرب مني وكان ملازمني طول عمري، وخصوصا أن كل ما حد كان يتقدم ليا للجواز كان لازم الموضوع يبوظ، يا إما برفض قاطع مني بدون سبب أو هروب لي هو مني بدون سبب. غيرت من أسلوب حياتي وحطيت في أوضتي راديو إذاعة القرآن وبعدت عن المرايات تماما. أمي ما بقتش تسيبني في البيت لوحدي، خايفة ومرعوبة عليا. نسيت أقولك أن أنا أحيانا كنت بستخدم خلطات من النت لعلاج مس الجن العاشق، ومرة دهنت جسمي بمادة معينة وحلمت في نفس اليوم بشخص بيجيب المادة دي وهو بيدهن على جسمي وبيضحك بمنتهى السخرية. جربت كتير وتعبت أكتر، ونصحوني أن أنا أروح لبلد معينة وفيها بيكون علاج المس والجن أسهل بكتير. دي كانت قصتي اللي عانيت فيها ولسه بعاني أكتر من 20 سنة. أنا كل اللي بطلبه ادعولي إن ربنا ينعم عليا بالشفاء، وإذا كان ده ابتلاء ربنا يصرفه عني. أختكم بدور من المملكة العربية السعودية.